شباب شباك الاتفاق عقدت عقدة لم يستطيع رومارينيو حلها. استعصت شباك الاتفاق على البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة خلال جميع مواجهات الفريقين السابقة التي تواجد خلالها اللاعب في دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويسعى البرازيلي لهز شباك خصمه المقبل ومساعدة فريقه في الظفر بثلاث نقاط مصيرية خلال صراع اللقب، حينما يحل اتحاد جدة ضيفا على الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يوم الخميس. ويعد الاتفاق هو الفريق الوحيد الذي واجهه رومارينيو في أكثر من مبارتين بالدوري دون أن يهز شباكه، إذ كانت محصلته خلال 7 مباريات ماضية تمريرتين حاسمتين فقط. وانتقل هداف الاتحاد خلال الموسم الحالي ب 18 هدفا إلى صفوف أصفر الغربية مطلع موسم 2018-2019 قابل الاتفاق بعدها في 7 مناسبات جميعها بالمسابقة المحلية. فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 أخرى، وخسر رومارينيو مواجهته الأولى أمام فريق مدينة الدمام بهدف دون رد أحرزه محمد الكويكبي في ذهاب موسم 2018-2019، وإيابا انتصر الاتحاد بهدفين دون رد أحرزهما عبد العزيز البيشي وصنعهما رومارينيو. وفي الموسم التالي فاز الاتحاد ذهابا 2-1 خارج قواعده بهدفي عبد الإله المالكي وسيديريك يامبيري بالخطأ في مرمى، وحسمت ركلة جزاء فهد المولد النقاط 3 لفريقه في الإياب دون بصمة تذكير لرومارينيو. وحقق الاتفاق انتصارين على الاتحاد جدة بالموسم الماضي خارج وداخل أرضه بهدفين لهدف وهدفين دون رد بوجود المهاجم البرازيلي، قبل أن ينتصر الاتحاد في مباراة الموسم الحالي ب3 أهداف لهدفين بتوقيع هارون كامارا بهدفين وزيادة صحافي. ولعب رومارينيو أمام الاتفاق 629 دقيقة إذ بدأت المباراة 7 السابقة أساسيا، وتم استبداله خلال لقاء وحيد في الدقيقة 89. ويتواجد الاتفاق ضمن الفرق التي لم يستطع رومارينيو هز شباكها في الدوري السعودي والتي تضم أحد والعدالة أيضا، إذ لعب أمام الأول مباراتي الذهاب والإياب خلال موسم 2018-2019 قبل هبوط النادي المنتمي إلى المدينة المنورة، وخاض مواجهتين أمام الثاني في موسم 2019-2020 إبان تواجده في الدوري بمجموع دقائق بلغ 63 دقيقة دون أن يسجل أو يمرر أي تمريرة حاسمة.